نرجع منلكم صباح الخير مشاهدينا. كريتيك مع باتريك هي فقرة بتحبوها، وأكيد هون نقد البوضة بيكون دايما بناء حتى نستفيد منه نحن شخصيا بحياتنا اليومية حتى لو كنا عم نشاهد المشاهير. بونجور باتريك. هاي باسكال، بدك تعودنا عليك السبت. مبسوطة فيك بالدنيا أنا. أكيد اليوم رح نشوف عدة إيفنتس ورح نشوف مشاهير ورح هيك نشوف عدد كبير من الأزياء الحلوة ولا مش كتير؟ هلا أنت رح حتى قرري معي اذا بدك. في انتقادات ايجابيه وانتقادات سلبيه، في قصص حلوه في قصص ما كثير بتقطع. خليني بلش باصاله باحدى الاعراس. اصاله كثير عم تجي على لبنان باي ذا واي، لابسين انتم نفس اللون اليوم. مظبوط، هذا اللايت بينك فيري نايس وكثير فريش بالصيف، خاصه اذا البشره عند السيده عندها صارت شوي برونزي. اذا صارت شوي برونزي اكيد بيلبق لها كثير. كثير حلوه الكات، كثير حلوه السامبليسيتي بهالفستان مع قصة شعرها اللي كتير من الناس بعدهم مش متقبلينها على أصالة، بس أنا لقيتها هلأ بس طولت صارت كتير هيك مقبولة وحلوة. تاخد على الوجه بيقولوا القصة، أول ما قصتها أنا كمان انقذت بس العالم. بلشت تاخد على وجهها. صح، شوف مع حتى الميك أب، طريقة التصفيفة، الأبر بارت كمان الأنفلوب كيف مشغول الدرابي، بدول إنه هذا الفستان نيكولا جبران. هلأ كمان رح نشوف صورة ثالثة قبل ما ننقص ونروح على شيء كثير فلاجران كثير قوي. عم حضرك اوكي. نعم. اورايت. انا صراحه اللي هيك اللي بيزعجني عند اصاله بتيابا انه كثير ابس اند داونز كثير كثير. هالقطعه بغض النظر عن اللون، لانه اول ما تشوفيها هيك بتحس انه دغري هيك نطت لك خسه قدامك. الكتره التو ماتش ديتيلز، يعني الابليك مع التطريز مع الفيل من ورا ومش مع مطلع على شيب جسمها كمان. صح، مع الشكل اوفر. بعدين دائما وقت عم بيروحوا على بلاد لازم يكونوا متحفظين او كونسرفاتيف، مش معناتها نكون عم نكب هالقماشات. علما انه الشعر والميك اب كثير حلوين مع الجوليري، بس شوفي هالعجقه وهالخبصة المعمولة، يعني ما في شيء بينقال وهاللايرز. يعني بس الجولري مثلا لما مش لابقين، مش لابقين ابدا. بس على ما انا اذا بدي افصل، اذا بدي افصل باسكال بتطلع بوجهها بشعرها بالجولري بلاقيهم كثير حلوين. هن الالماس فيهم اصفر مثل نفس الخضار الموجود بالاوتفيت. مش مبين بالصورة. ايه مش مبين بالصورة. بس شوفي باسكال قد ايه في تو ماتش ديتيلز ما خادمين، وبتحسي كمان بالنص كانه عاملين تعديل على القطعه بشكل انه عجق زياده، مثل كانه نحن هون بدنا نخبي لانه نحن ببلد عربي بدنا نخبي. بقى هيدي الشغله عم بحكي عنها هلا تما حدا يعملها، لانه بتصير كمان عنا بلبنان. اوقات بتروح سيده بتشوف فستان بيكون مفتوح كثير، ببلشوا يعجقوا لها وبحطوا لها تول، فوق التول بحطوا لها ستراس وبحطوا لها ورده من هون، بتصير عربيشه. بقى هون صرنا خسة مع أصالة. بقى تما نوقع بهالتكرار. توني المخرج لقى جازمو، كل واحد بس أسألكم بصير الواحد وقت بده ينتهي. اليوم عن جد بولينج نحن، بس لأنه ما بيقطع أبدا. وأنا برأيي كان فيها تكتفي بس بالتطريز اللي على الخصر. بالنص يكون نفس نوع القماشة، يكون فكرة واحدة، يكون مسكر. يعني لو كل هالبارت مش نفس موجود نفس الشيء مثل القماشه، ويكون هالقد ايه القماشه السمبل مثل القماشه، تكون نفس حلو. نفس نوع القماشه اللي مستعملها، يمكن كراب هيدي تكون مسكر لانه هي ببلد عربي. بس لو منا ببلد عربي، عم نحكي بلد بيطلب انها تكون محافظه، كان فيها سمبلي تكون فينك بلانجينج فينك، بيطلع كثير حلو وفي بوتنشل بهذا الدرس يطلع واو على حدا. وهي بيلبقلها لان الانفلوب اللي شفناه قبل كثير بيكون على صدر، بيكون نفس الشيء مثل الفستان اللي قبله اكزاكتلي exactly. لانه نفس القماش بعتقد. بس كمان هذا النوع من الفساتين بيطلع واو على وحده طويله ويكون عندها كيرفز بيطلع بيرفكت. وانا ما عندي اعتراض على اللون، عم بمسح انه مثل الخسه بس لانه وقت يكون اللون هيك قوي
دغري منتذكر القصص اللي نحن كفروت يعني في مثلا في حدا قال لي افوكا مثلا حسب الواحد شو عباله هلا انا سألي ماشي هلا يعني لانه محرومين فانز اصاله هلا بدهم محرومين من الافوكا هلا كثير غالي صار محرومين من كل شيء هلا رح ننتقل مع سيلبرتي جديده وكمان لوك جديد اوكي نانسي عجرم مؤخرا شو بدي احكي؟ كيف بدي ابلش؟ مش عارف كيف بدي ابلش. بدي اقول انه عن جد غريب ليه نانسي ما ببينوا عليها القطعة، ما بتعطي قيمة للقطعة، ما عندي شيء ضدها بحبها كثير، بس هل اوفرول اكبر دليل انه كمان وقت يكون حدا كثير سكيني وكثير ضعيف ما بيطلع حلو هيك اوفرول، هذا اوفرول بده كيرفز، بده انحناءات، ما بعرف شو الكلمة بالعربي ساعديني تا ما يبلشوا يقولوا انه انا عم زدت عليهم كلام لا انه مينيمم بعدين الكعب اللي كثير عالي لحظة انتبهت الكعب مش عم بقدر اقشعه منيح اوكي الكعب الكعب هو روكي ما هيدا بالكي اللي ما كنت عم صدق كثير كثير بالكي كثير قوي يعني اتليست اتليست يكون صندال ناعم طول غريب مع انه نانسي كثير بتلبس لا لا, لا لا ابدا مؤخرا ابدا ابدا الشوز تبعها بحسهم ناعمين انا بفهمها لانه هي عم توقف ساعات على المسرح ليش عم فرجي هالصوره لانه انا حسيت لو كان نفس الاوفرول هو فستان لك هي مسكره اجريها بيعطيك افه من بعيد احلى ايه بيعطيك افه كانه هو دريس ساعتها البطانه اللي معموله تحتها اللي هي مثل اللي هي شورت اصلا الشورت كثير طويل عليها عرفتي يعني كمان بروبورشنلي ما هي لانه قصيره لازم الشورت يكون قصر ويكون اضيق بتعرف عندي مشكله انا بالقصص البليلو بليلو ما بطيء لا فستان يكون مقطوش يعني ما بعرف صح صح هو اصلا أنا مش عم اصلا الكل بينتقد هذا الموضوع هلا هون لانه اتس هيدا بالنهايه كل واحد عنده رايه الخاص هو لانه شورت باسكال مسموح بس بده يكون شورت اقصر لانه نانسي اقصر بده يكون اضيق مشان هيك انا بلاقي انه هيدا الاوفرول هو ذاته لو كان فستان تما نطول الحديث كان طلع اجمل ونانسي جسمها كثير حلو بيلبق لا لا لا, لا كثير ضعيفه لا لا ما بدنا كمان 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 ما بدنا ما بدنا بتعرفي شو صرنا انه لا الضعيفه هو لا انا اليوم بدي وجه تحيه لكل مره مبسوطه بجسمها هيلثي مرتاحة مع جسمها الضعف مش هو الحل وهيدا الدليل انه الضعف هذا هو ذاته شوف الفرق جمب سوت شوف الفرق عم حط الصورتين بس تشوفوا الفرق وليك الشورت عليها شو اجمل لانه في بروبورسيون مزبوطة والشوز هون بعتقد ناعم ناعم بس ما مبين مش مبين في لسه ناعمة في ستريب صح هلا بس تا احكي ضميري البلانجينج نيك لاين اللي بقت له الابر بارت من فوق عليها كثير حلو يعني تخيلوا لو الجمب سوت وقف عند الشورت صح قد ايه كان لبق لها لنانسي وقف عند الشورت اكيد بس مش يكون اسود هلا بطل نحن عينيلنا اذا اسود اذا احمر بس غريب انه قطعه لا الي صعب على نانسي ما عم تطلع حلوه اكيد الشعر كمان بدنا ننتبه بالصيف عم بيكون كثير هلا هون بالصوره منيح بس عم نشوف فيديوز عم بيكون الشعر كتير مصوف عم بيكون كتير مش بحالة حلوة ينتبهوا شوي من هالموضوع كان فيها تعمل بوني تيل بيعطيها مدى أكتر بيطلع أجمل يعني نحن هيك عم نحكي شوي مش تا نتمسخر بس كمان تا ضوي على كم شغلة ومش عم بقول كل صبية عندها عرس وجسمها قريب على جسم بس أو عندها شيء بتحب هيك تلبسه هيك تستفيد منه تستفيد من التبس وأكيد هيدا لو مبطن كله لو مبطن كله بيعطي غير كونسبت بس كمان بيطلع مور كلاسي أكيد أوكي لأنه كمان هيدا القطشة ما بتزبط على القصار اوكي هون عم نشوف النجمه دره زروق اللي انا كثير بحب اختياراتها وبحب انها بتروح دائما على فكره واحده يعني دائما بالفستان بيكون فكره واحده من فوق لتحت وعنوان رح نشوفه كله ايه رح نشوف كله طويل. بس انا هون عم بجرب فرج الابر بارت لانه الشغل من فوق حلوين الفراك المعمول وكتير سامبل هلا بتشوف الفستان وشوف الجولري قد ايه حلو قد ايه حلو مع هيك نوع فستان لانه اللون قوي خلينا نشوف الصوره الثانيه تنفرجي السيلوات كلها ونفرجي ليكي شو حلو ليكي شو سامبل هلا في كتير ناس قالوا انه بورينج لانه نحن صرنا لا في لون ما فينا نقول بورينج صرنا قد ما بنشوف قطع وقد ما بنشوف سطيع انا بالنسبه لي هيدا فستان بيقعد عندك بالخزانه فيك اني تايم
إلا بس على بيك إيفنت. أنت مع تعديل التياب يعني خاصة بهذا الوضع مثلا، هيدا إذا صار أقصر؟ هلا هيدا إذا تأثر أكيد بيزبط، بس هيدا يمكن قبل ما تأثره تعمل له أوبن سايد ليك، يكون في فتحة. أو بس اللون، اللون بس عندنا مشكله كانت الالوان، لانه بتحس انه خلص. ما هلا بدي اقول لك شغله، في ناس ما بيطيقوا، ما بحبوا لون الفوشيا ابدا، ما بحبوا، بس هلا رجع درج، وكل شيء فوشيا نيون كمان درج اكثر واكثر. هون هذا الفوشيا قوي، ما انه الفوشيا الرايق بقى. انا حبيت لانه الفستان اول شيء راح على ايفنت ما بيتطلب اكثر من هيك، وبرضه هي عامله ولابسه كثير اون بوينت، جولري بعقده، شعرها كتير حلو، الميك اب كتير حلو، حركة الفراك مع بتحسي كأنه تو سكيرتس فوق بعض كمان خصرة كتير حلو. اتس نايس وقت يكون عندك فستان هيك رايق، ما في شك، ما في بلينج بلينج، ما في ستونز، وبنفس الوقت يطلع اليجنت. وهذا نفس الفستان على ابيض بيطلع حلو، على اسود بيطلع حلو، لايت بينك، يعني صح بيلبق له كل الالوان. خلينا نشوف غير الصور، ننتقل لغير، ننتقل لعروس الموسم نيلي كريم. بدنا نقول لها مبروك مبروك، وكثير حبيت انا اختيارها، كثير حبيت الفلاورز المحطوطين على الكتاف، ونفس الشيء كنت حامله نفس الورده بايدها، حبيتها انه كانت هي كثير مرتاحه مع حالها. اول شغله جسمها بعقد، هلا بتشوفي بالصوره الجسم، الشيب تبع جسمها كتير حلو، ليك قد ايه مرتاحه، قد ايه هيك طايره، يعني باترفلاي. وبدي ركز على قصه الفلور، لانه ما كتير بنشوف ساتين مؤخرا هيك، فيها حلم دريمي وبنفس الوقت فامنن. بس انا الطرحه ما كتير، يمكن حسيت انه كان فيها بلاها بس، وكمان البطانه. هلا بنرجع لقصه البطانه، شفتي كيف مقصوصه؟ لو كانت البطانه بتعرف، ما انتبهت بالصور على البطانه، ما بتنتبه اول لانه ما انه فلاجرانت، يعني ما انه فارق اللون. بس لو كان البطانه من فوق لتحت كمان كان عطى اجمل، بس هيدا ما بيمنع انه الاطلاله تبعها كلها كانت ناعمه. عندها كيرز، ايه جسمها حلو، ايه جسمها. هلا نحن ما قدرنا نحط فيديوز، بس اكيد المشاهدين شافوا وفاتوا لعندها، جسمها كثير حلو. يعني بعمرها ولادها منن صغار، هيدا تاني او تالت زواج لها، ما بعرف، ما عندي تفاصيل، ما بعرف قد ايه عمرها، بس انه ولادها كبار، منن ولادها صغار، وهالقد طالعه حلوه، وهالقد رشيقه، وهالقد مضويه نهار عرسها، بتبقى بميك اب كثير ناعم، بشعر كثير ناعم، ما في تفلسف. هيدي تاني اطلاله بالعرس، كمان كانت هيك كثير اذا بدك ادجي الاطلاله، بس ما نيلي ما بتروح على شيء مبتذل، يعني لو انه من ميله قصيره، بس الفكره تبعه هيك كثير جديده، كثير يوروبيان. هلا بنشوف الصوره اللي من بعدها، انا هون عامل سكرين شوت من فيديوز، اذا بفوتوا بشوفوا الفيديو بلاقوه غير شيء بعد، بلاقوا الديتيلز اكثر، بس حبيت بدي اقول انه الفستانين ميزون يايا، حسيت انه كاستوم ميد. هون عم نشوف فستان على طويل، انا حبيت الاول اكثر، بس أحلى. اكيد حبيت فكرته، يعني فكره الفستان كثير مهضومه، وهون هي ربطت شعرها، مش هيك عامله شعرها، انا اكيد هذا ما انه الشعر اللي فاتت فيه على الحفله، ولكن بالشوب والرطوبه يعني بتبين فوق، صح باول صوره صح. مربوط بس مرتب، صح. بس اكيد اول فستان احلى بكثير، ايه اكيد اول فستان اصلا، حتى الطول في مشكله فيه، لا طويل، اوفر طويل، اوفر طويل، يعني هيك نوع فستان تكون هي مرتاحه، بده يكون ترمد من قدام، معمل له تريمينج شوي، وحلو تبين الاجر اكثر، تكون مرتاحه هي على القليله من قدام، بس تتعمل، لانه هذا معمول بتخيل لبسته تكون مرتاحه وترقص فيه، وقتها تكون مرتاحه وترقص فيه مزبوط، حرام يدعسوا لها، يعني عن جد اوقات الديزاينرز، هون بدي اوجه تحيه لكل ديزاينر بالعالم العربي، بيتعبوا وبيسخوا على قماش، بتروح العروس بتجيب اجله للفستان، واوقات بتخزق الفستان وما بترجع بتدفع، وفي ناس عن جد كثير ما بيتعاملوا مزبوط مع القطع، يعني عن جد بس هيك ترقفا بالديزاينرز خاصه بلبنان، احترموا بس الساعات والمصاري اللي عم بيدفعوها، ومش تفكروا بس بحالكم، لانه انا عندي اصحاب كثير ديزاينرز، بشوف الويلات، بشوف فستان راح شيء
بتعرف عم تعتبر العروس انه هي استاجرته ودفعت حقه، انا لما ادفع 5000 دولار حق فستان ما في هلا ما عم بيدفع عم بحكي قبل يعني. قبل يعملوا اللي بدهم اياه، بس هلا صارت كثير القطعه نادره، يعني حتى في ناس ما بقى بيبيعوا فساتين لانه حتى حرام ترجع تعمل فستان تكلفته عن جد. نحن بلبنان عم القماش كثير غالي، الخياطه كثير غاليه، بقى بليز البنات يكون عندكم، انتم بنات، انتم بنات، انتم سيدات، يكون عندكم شويه اتكس، شويه اتكس بس، يعني شوي اي انتبهوا لهالنقطه. نرجع ننتقل مع سيلبرتي جديده وصوره جديده. هون عم شوف مي عمر الممثله المصريه لابسه من عند او ماي جاد نسيت اسمها، هلا برجع بتذكر، بس الفستان كثير حلو، فريش، كثير صيفي، الكات اوتس مؤخرا باسكال ليلي جسمه حلو، انا ما كثير بحب الكات اوتس، بس مش اذا ما بحب الكات اوتس يعني بدي هاجم. حلو لجسمه، حلو لعمره، حلو انه هلا بعمره فيها تلبس هيك، يمكن بعدين ما فيها تروح على لانه اكيد بي 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 بس كمان في مشكله بالطول؟ لا بالطول، طول من ورا، هيدا عم بتشوفي هيدا المكدس الطول باسكال من ورا. أوكي. يعني هو ترينو من ورا مسموح له. هلا كثير علقوا على الشوز انه كان بيحمل شوز يكون اقوى، كيف اقوى؟ نحن بس نقول اقوى مش ضروري باللون، في يكون بستونز، يعني بما انه ناشف كله بحق لها تلبس شوز يكون ستيتمنت شوز. شو يعني ستيتمنت شوز؟ يعني يكون هو القصة كلها. أوكي. يكون كله عم بيلمع، في يكون جليتري، في يكون ستونز، في يكون لونين مع بعض، في حتى تروح على لون البلاتين جولد او روز جولد او ذهبي او سيلفري. التنسيق كله على بعضه حلو، حبيت انه شعره ربطته لانه هولتر نيك وفي في حركة من فوق، بقى الكومبينيشن والستايلينج كله على بعضه كله ظابط. طالعة بهيدي الصورة بتشبهها ل أنا حسيت تشبه الين واطفة شوي. نسيت الاسم خلص. أنا وياك عم ننسى. أنا أصلاً مش مركزة. هو الفستان بعتقد تصميم بنت اسمها نور. هون بين الشوز أكثر. أوكي هون مزبوط بين الشوز، بس بيحمل كان أنا بالنسبة لإلي شوز يكون أقوى، بس هيدا ما بيعني إنه الإطلالة مش حلوة، الإطلالة صيفية وحلو وقتها باسكال البنت تعطي عمرها، يعني ما تبين اكبر من عمرها. هون لا، مي من الناس بمصر اللي كثير عم تعطي عمرها وكثير عم تلبس قصص حلوه، وحلوه الحركه، الخياطه تبع الفستان مهضومه. The whole thing is really good. وهلا كثير ترندي وان. بعد ما نشوف صوره، بس بعد عنا صوره ختامها مسك مع هيفا. امبارح طازه الصور، يعني هي امبارح حفلتها كانت، امبارح شو كنا امبارح جمعه، لا الخميس كانت حفلتها بمصر اوت دور. كسرت الدنيا خاصه انه غنت غنيتها لو كنت، اللي هي عن جد هيدي الغنيه ميجا هيت. حبيت كثير لانه تعاملت هيفا مع الايفنت على قد بساطته، يعني هي عم تغني بيتش بارتي، ما معقول تجي لابسه روب لونج وكل العالم بالشورتات. بقى حبيت رح نشوفها شو لابسه. اكيد اكيد، بس انا عم بقرب تفرج الفابريك لانه بالصور وبالفيديو كان كل الوقت عم يلمع الفستان، ما عم يعني ما عم نعرف شو لابسه. هون بين كورسي مع شورت، حبيت الشورت انه منه ضيق، بافي شوي لانه فوق كثير ضيق وكثير اخذ لجسمها بشكل كثير حلو. حبيت تنسيق الشوز مع الشورت مع الكورسي، اتس ريلي نايس، وسترايبس عاملين له بادي شيب كثير حلوه، قطيع طول، واجريها لهيفا كثير حلوين، بقى هي مسموح لها. شفت الفرق بين جسم هيفا وجسم نانسي؟ شفت الانحناءات اوقات او الممتلئات قد ايه بيعطوا اجمل، قد ايه بيعطوا خصر، قد ايه بيعطوا احلى على يعني الاوتفيت كله بيختلف. تخيلي حدا كثير ضعيف اضعف من هيفا لابس هيدا الاوتفيت، ما بيعطي حلو. حبيت تنسيق الشوز. شغله وحده عندي اعتراض عليها، الشعر وقت نكون اوت دور بدهم ينتبهوا، عم بيصير مثل السيفه والليفه، مش حلو. مع رطوبه منه حلو، كان لازم تربط شعرها، كمان كان زغاره اكثر، كان طلع احلى. وانا حبيت هيفا بالشعر الفاتح اكثر، ما بقى قادر اتقبلها كثير بالشعر لهالقد غامق، مع انه هي شهرته للشعر، هي شهرته وكانت ترند ساتر بهذا الموضوع، بس البني عليها ما عم بقول الاشقر، البني عليها احلى. ليكي شو طالع حلو الاوتفيت هون، مخيل شمعون هو اللي عمل لها الاوتفيت، واللي تميز مع هيفا لانه فوتها بالنيو ترند بالنيو ويف. ما بتتخيلي حدا
بيلبق له هيدا الاوتفيت، يعني حدا تاني يجي يلبس هيك اوتفيت رح يطلع كتير عادي عليه. الكومبينيشن تبع الالوان، الفابريك اللي مستعمل، كمان اللاتر شورت كتير حلو، الكروكو وهيك ميتاليك بنفس الوقت، كتير حلو الاوتفيت، كتير حلو لهيفا. لغير هيفا برجع بقول لك ما هو هيك لما يصير، يعني لما يكون كاستم ميد وتلحق الشيب تبع الجسم بحد ذاته بتعمل الدفرنس كله. صح وحلو انها لبسته بحفل على قد الحفل، يعني هيفا يمكن من الناس انه ما اجت هون لابسه روب لونج بلينج بلينج شكله، لا عطيت الحفل على قده وعطيت الايدنتيتي تبع الحفل. وبنفس الوقت كانت كثير مرتاحه مع حالها. ثانك يو باتريك. بتحب تقول شيء بالختام؟ ايه بحب اقول شو بدك شو بدي اقول يعني؟ بدك اهداء، بدك بنزين، بدي ما تستاهل. لا امبارح عبيت وجابوا لي جالونات مشي حالي، مع انه عم نتبادل كثير. بدي اوجه تحيه لكل السبورترز والفانز اللي عم يحضروا الحلقات واللي دائما بيجيني كومنتس منهم، ما بقدر رد عليكم كلكم، بس عن جد ثانك يو كثير. ل يعني امبارح قالوا لي وين صارت الحلقه؟ وين صار؟ فالحلقه رح تنزل بكره على اليوتيوب شانل وبتحضروها. ميرسي لك، ميرسي لك باسكال. مشاهدينا رح ناخذ بريك صغير وبنرجع لكم.